دكتورة ليليان، برحب بحضرتك من جديد. وطبعا عايزين في البداية كده تشرح لنا يعني أنشطة مؤسسة كير مصر بشكل عام. مؤسسة كير مصر زي ما حضرتك ذكرتي هي مؤسسة مصرية معنية أكتر بالتنمية، وبالتالي بنركز طبعا فيها على الأطفال وعلى الشباب، وده إحدى برامجنا اللي حضراتكم شرفينا فيها. كمان عندنا برنامج تاني معني بالمرأة المصرية والفتاة، وعشان كده برامجنا كلها في البرنامج ده ليها دعوة بمشاريع ليها دعوة بالتنمية الاقتصادية للمرأة والفتاة، ليها دعوة إن إحنا بنعمل مبادرات ضد العنف المواجه للفتاة عامة. البرنامج الثالث عندنا هو برنامج الزراعي المعني بصغار المزارعين في مصر، وبنوصل لهم بالمشاريع بتاعتنا في كل المحافظات والقرى النائية. هدفنا في البرنامج الزراعي ان احنا نوصل المزارعين الصغيرين دولت هم يعملوا مشاريع يقدروا يوصلوا منتجاتهم للسوق المحلي، وممكن كمان نخليهم يعملوا شراكات مع قطاع خاص ويدخلوا السوق المصري بالطريقة دي. يعني أنا شايفة من كلام حضرتك إن عملكم تنموي أكثر من يعني مما هو بيقدم مساعدات مادية. يعني ده بياخدنا لنقطة الاستدامة أو استمرارية المشروع بشكل معين. خليني أتجه لنقطة أخرى وهي انضمامكم طبعا في إبريل اللي فات للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. فرق معاكم في إيه فيما يخص مثلا التعاون، التكامل، قاعدة البيانات؟ نظمتوا نفسكم مع بقية المؤسسات إزاي؟ يعني تفاصيل انضمامكم للتحالف. طبعا ان مؤسسة كير مصر تنضم للتحالف ده شرف كبير وفرصة هايلة ان احنا نتعاون ونتكاتف مع باقي الهيئات والمؤسسات المعنية برضو بالتنمية في مصر، واللي بتوصل المجهودات بتاعتها لكل الناس المستحقة فعلا، من غير ما لن ننسى حد او نهمش حد او نقدم نفس الخدمة لنفس الشخص كذا مرة. فده من اهم الحاجات اللي بنخرج منها من انضمامنا للتحالف، كمان ان احنا نقدر نتكامل، في حد بيقدم خدمة معينة احنا نكمل معاه، فبالتالي نوصل برنامج كامل للمستهدفين، بنخاطب كل أوجه التنمية بالنسبة للفرد المصري أو الأسرة المصرية.